إلى شباب المحامين في مصر، أبناء العشرينات والثلاثينات والأربعينات، تحية عظيمة إليكم. رسالتي اليوم هي لشباب المحامين، وباختصار وبإيجاز شديد، انتفضوا يا شباب المحامين يوم 4/9 القادم. خلاص 4 أيام ويصدر الستار على انتخابات نقيب المحامين. رسالتي إليكم، أنا منكم وأعرف كويس جدا أحوالكم، وإزاي اليوم بيعدي على كل محامي منكم، وإزاي الشقاء اللي احنا عايشين فيه. رسالتي إليكم، عاوزين نخرج من هذا الوضع المؤسف اللي احنا كلنا بنعيشه، عاوزين نبقى في وضع أفضل، وده لن يتم إلا بأن نغير من يجلس على مقعد نقيب المحامين. وأنا يوم ما ترشحت على منصب نقيب المحامين كان هدفي الأول هو رفعة المحامين ماديا وأدبيا. وأنا بزعم بحضراتكم أني أنا المرشح الوحيد اللي عنده برنامج حقيقي وقادر على انتشال المحامين من كافة أشكال الشقاء اللي احنا بنعيشه، سواء من الفقر أو الإهانة أو خلافه. ولذلك بأرجو حضراتكم أن أنتم ترجعوا لبرنامجي، وأرجو أن أنتم تقروا معلومات أكتر عني. أنا شادي طلعت المرشح حاليا، رقمي أصبح 6 بعد استبعاد 2 من المرشحين. رسالتي إليكم، لا تنتبهوا إلى أي محامي بيحاول يرشيكم أو يشتري أصواتكم، لأن الأمر ده فيه إهانة كبيرة وشديدة لنا جميعا، بكافة المحامين كبار وصغيرين، شباب وشيوخ. وأقسم لكم بالله أنني لو أصبحت رقيبا للمحامين وثبت لي أن هناك أحد المرشحين قام بشراء الأصوات، والله ووالله ووالله كمان مرة، لأسلمنه إلى العدالة ولأقيمن عليه قضية لا يستطيع الخلاص منها إذا ما ثبت لي هذا الأمر. ولذلك بقول لحضراتكم، يوم ما تنتخبوا انتخبوا مصلحتكم، ما تنتخبوش مرشح بعينه. هتنتخبوا شخص ليه؟ شيخ ولا شاب ولا أو خلافه؟ حتى أنا ما بقولكوش انتخبوني عشان خاطر كذا أو كذا وعشان شخصي، بقول لحضراتكم انتخبوني عشان خاطر أنا الوحيد صاحب البرنامج اللي هينتشلكم من كل أشكال الشقاء اللي احنا بنعيشها في الفترة الحالية والماضية. يا شباب المحامين، مرة أخرى بقول لحضراتكم، هناك من الشيوخ المتقدمون للترشح على منصب نقيب المحامين، حد فيكم سأل نفسه مرشحين أنفسهم ليه؟ هل حد فيهم قال إن هو هيعمل حاجة لشباب المحامين؟ على العكس، كلهم عملوا فروات طائلة، وكل واحد فيهم بيفكر في نهاية مشرفة لتاريخه على حسابكم انتم. ولذلك بقول لحضراتكم، انتفضوا حتى يكون لكم مستقبل أفضل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العظيم. تذكروا هذه الآية وعرفوا إن انتم لو ما غيرتوش من أنفسكم، يوم 4/9 القادم، سيظل وضعكم على ما هو عليه. وفي هذه الحالة ما تشتكوش، ما حدش فيكم يشتكي بعد كده، لا من أسباب إهانة ولا من شقاء ولا من فقر أو خلافه، لأن انتم اللي اخترتم الوضع ده. ولذلك أنا رسالتي لكل شباب المحامين، يوم 4/9 اخرجوا كلكم للصناديق وقولوا نعم لمرشح الشباب اللي أنا بأمثله. وبقول لحضراتكم برضو عشان ما حدش يقول إن أنا بأروج لنفسي، إذا وجدتم مرشح آخر غيري عنده برنامج يقدر ينتشلكم من كافة أسباب الشقاء اللي احنا كلنا بنعيشها، انتخبوه إذا كان عنده برنامج أفضل من البرنامج بتاعي، لأن أنا بزعم إن أنا الوحيد صاحب البرنامج الحقيقي القادر على انتشال المحامين من أشياء كثيرة جدا قميئة. لأن المحامون في مصر يجب أن يكونوا في مكانة عليا وأفضل من اللي احنا فيها دلوقتي. للأسف الشديد احنا بنعيش أسوأ عهد من عقود المحامين الماضية كلها. للأسف الشديد إذا لم ننتفض يوم 4/9 القادم، فعرفوا أن احنا سيظل حالنا على ما هو عليه. بس ما تنتخبوش واحد بيشتريكوا، هذا الأمر فيه إهانة خطيرة جدا لنا جميعا. وكما أقسمت إليكم منذ قليل، أنا إذا ما أصبحت نقيبا لن أترك هذا الأمر يمر مرور الكرام، بل على العكس سأقيم دعوة قضائية جنائية
ضد من قام بشراء أصوات المحامين، لأن هذه إهانة، والإهانة يجب ردها، ويجب معاقبة ومحاسبة من يقوم بمثل هذا العمل الدنيء والقميء. وأقسم لكم بالله لن أترك من أهاننا سواء كان محاميا أو غير محامي. وبدعوكم مرة أخرى ارجعوا لبرنامجي، هتعرفوا أن مصلحتكم في برنامج شادي طلعت المرشح الذي أصبح رقمه الآن رقم 6. ارجعوا لبرنامجي وشوفوه، وإذا عجبكم انتخبوني، وإذا لقيتوا مرشح تاني عنده برنامج أفضل مني لأحوالكم هيغيرها ماديا وأدبيا انتخبوه هو، ما تنتخبونيش أنا. بس أنا بقول لحضراتكم أنا الوحيد صاحب البرنامج اللي بيقول لا للفقر بيننا سنعود لعزتنا. أنا الوحيد اللي بقول سأغير من شكل منظومة العدالة وسأرفع من شأن المحامين ماديا وأدبيا. اعرفوا عني كده، أنا برنامجي باختصار هو العدالة في توزيع العمل وفي كل شيء. لن أسمح بأن يكون في مصر محامي فقير، لن أسمح بأن يكون محامي في مصر يهان في أي ركن من أركان العدالة، لن أسمح بأن يكون هناك محام في مصر شقي. وأسباب الشقاء كثيرة. انتفضوا يا شباب المحامين، رسالتي ليكم أنتم لا تنتخبوا شيوخا، لأنهم خلاص أبنائهم أصبحوا في أعماركم أو أكبر منكم الآن، عملوا كل اللي هم عايزينه في الدنيا، عملوا ثرواتهم وجايين يترشحوا على حسابكم أنتم. انتبهوا للنقطة دي كويس جدا، انتبهوا للنقطة دي. كل اللي جاي يترشح لا يمتلك رؤية أو برنامج لا تنتخبوه، لا تنتخبوه. هتنتخبوه ليه؟ عشان يعني يزود فلوسه وانتم تزدادوا فقرا؟ هل هذا هو يعني هو ده الهدف؟ هتنتخبوه ليه؟ أنا بقدم لحضراتكم برنامج بقول لكم أنا مرشح قادر على إخراجكم جميعا من براثن الشقاء بكافة أشكاله وألوانه. ده اللي أنا ده وعدي ليكم، وده اللي أنا هنفذه إن شاء الله إذا ما شاء الله وقدر وأصبحت نقيبا للمحامين. تحياتي لكم يا شباب المحامين، وتحياتي إلى كافة محامي مصر من أقصاها إلى أقصاها.